مشاركة الشباب اليوم في الحياة السياسية ملحوظة لدينا جميعا من خلال تغيير قانون الانتخابات ومن خلال مختلف الجهود التي تبذلها السلطة عالية جدا. ولكن كيف يمكن أن نضمن استدامتها؟ كيف يمكن أن نقيمها؟ كيف يمكن أن نفعلها أكثر؟ كيف يمكن أن نجعلها متبنات من طرف مختلف شبابنا؟ اليوم المجلس الأعلى للشباب سمى هذا النشاط نتاعو قمة ليعطيه ذلك القيمة المعنوية بأنه سيتم اتخاذ القرار من شباب الجزائر في كيفية المشاركة وفي كيفية ترقية المشاركة السياسية للشباب في 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 الجزائر. سيد رئيس الجمهورية مشكور محافظ على تقليد استقباله لي بشكل دوري للاطلاع على سلامة المسار وماذا يتم تحقيقه. المجلس على الشباب يعمل بشكل منهجي كما تعرفون لتحقيق مجموعة من الأهداف في محاور ثلاثة أساسية. محور إنجاز مجموعة مقترحات ودراسات لصالح الشباب سواء في مجال البطالة في مجال المخدرات في مجال التشغيل في مجال المقاولاتية مختلف المجالات في مجال تفعيل الفضاءات الثقافية تفعيل الفضاءات الشبابية إلى آخره. وهو يستمع مني بين الفترة والأخرى إلى عرض حول ماذا تقدم هذه المجال كما يستمع مني لماذا فعالية الأنشطة ومدى انخراط شباب الجزائر في الأنشطة التي تقوم بها الدولة الجزائرية ويقوم بها المجلس.